الفلسطينيون بسبب انحرافات قيادتهم مرفوضين في كل لبنان. جدل واسع لا يزال يرافق عرض هذا الفيلم على خلفية أحداث فيلم سابق مر عليها 5 سنوات، فيشكل إحياء وقائعها استهدافا لأصوات الحريات التي يجسدها مخرجون يتجرؤون على خرق المحرمات التي تقف حائلا بين الفنان وطروحاته وأفكاره. الخلاف هي بعض الجهات السياسية في لبنان وبعض الأفكار السياسية في لبنان التي تخالف أفكاره، ما بنتفق مع بعض. منعوا سينمائي أن يخرج فيلم لبناني، لبناني الصراع في لبنان ببلدي، منعوني أعبر عن رأيي ببلدي. شو بعمل؟ بستسلم؟ بتقلب الطاولة. حتى لو كنت من أكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر إنك تتصرف بشكل عنيف. احنا عايشين بهالبلد سيطون، كلنا اخوة. لا مش كلنا اخوة فخامة الرئيس. انا ما في شيء بوقفني، بدي ارجع اشتغل بلبنان، عندي قصة تانية بدي اعملها بلبنان، وقصة تالتة يمكن بعد بدي اعملها بلبنان. هيدا بلدي، هيدا وطني، هيدا ترعرعت فيه بسبب هيدا البلد. انا عم بقدر اكتب، بيعطيك افكار، بيعطيك روح. قصتي هون بهيدا العمار، بالبنايات، بهيدا المدينة، بالتاريخ تبعي. مين رح يجي يوقفني؟ انا بوقفهم، مش هن رح يوقفوني. لا يتوانى المدافعون عن الحريات لا سيما الفنية عن تكثيف أنشطتهم في ضوء ما يلاحظونه من تصاعد في وتيرة القمع وفي تنوع أساليبه، الأمر الذي يدفعهم إلى رفع أصواتهم رفضا وتحذيرا. ما في شك أن أصوات الحريات مهددة وعم تتعرض إذا بدك لقمع، لأنه عم نشوف كمان مؤخراً هيدي الظاهرة للأسف عم تزيد بسبب أكيد بعض المرجعيات السياسية اللي عم تنفذ أجندة لها أو مراجع دينية اللي بهمها أنه تضل محافظة على سلطتها وعلى وجودها. أصوات الحرية أكيد ما رح تتراجع ولا رح تنقمع، على طول رح يضلوا يخلقوا لها وسائل وأدوات أو يتحججوا بمجموعة تقاليد وتراث وقيم اجتماعية فقط بس حتى يقولوا أنه أو يبرروا لحالهم لماذا يطالبون في هذا بهذا القمع، أو مثل ما بيسموه هني الرقابة وما إلى هنالك، أو منع بعض الحركات الثقافية بغية ما يسمونه بالخصوصية الثقافية. الإصرار على الحفاظ على هامش من الحريات والتعبير في محيط ملتهب بات مهمة صعبة تلقى على عاتق صناع الأمل من العاملين في مجال الفن والفكر. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة بيروت. أنا مش عبد عند حدا ولا حدا يروح.